نعم إلى كريم الشيخ في القاهرة، صورة الأوضاع في مصر أيضا مع الإعلان عن إنتاج عقار ريمديسيفير في مصر وتوزيعه على المستشفيات. أحمد، حتى الآن لم تعلن مصر بشكل رسمي عن إنتاج هذا العقار أو من قبل وزارة الصحة، ولكن هناك شركات مصرية أعلنت عن إنتاج هذا العقار وجاهزيته للاستخدام في المستشفيات، وبالفعل تم تطبيقه في بعض المستشفيات حتى هذه الأثناء. هناك 3 أدوية، هذه الأدوية يعني تضاهي بعض الأدوية التي استخدمت في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، وهي تعتبر تستخدم نفس المادة الفعالة في هذه الأدوية، وهي أدوية لا تقضي نهائيا على الفيروس ولكن تقلل وتخفض من أعراضه. وبالتالي هذا ما سيتم خلال الفترة المقبلة، ومصر بالفعل تحاول إنتاج دواء مصري لمجابهة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، خصوصا في ظل استمرار معدلات الإصابات، وهي حتى هذه الأثناء يعني تتجاوز 1000 حالة يوميا، بالإضافة إلى معدلات وفيات ما بين 80 إلى 90 حالة وفاة يوميا. وبالتالي هذه الأرقام هي الأعلى في معدلات الإصابة منذ مارس الماضي، وبالتالي مصر مع ارتفاع هذه المعدلات تحاول الوصول إلى عقار يقضي نهائيا أو على الأقل يقلل من أعداد الإصابات خلال الفترات المقبلة.